السلام عليكم. أستاذ، عندي سؤال بالتكامل يا أستاذ. أستاذ أرد لك إياه. التكامل من سالب 1/4 إلى 1/4 سيكنت تربيع ليش؟ على 2 زائد ثاني ثاني اي نعم ثاني اي نعم. فالسؤال بالرسم استاذ، ارسم الرسم باستخدام التفاضل المنحني الدالي اف ايش؟ يساوي 3 اكس ناقص 1 مقسومة على اكس زائد 1. يلا ثبت الخطوات مال المحاضرات شوي مو فاهمني. صار عندي السؤال على الفصل الثاني بالنسبه للقطع المكافئ لما تطلع بيه بالسالب. صار الباحث الاستاذ قال بي ابد ما اطلع بالسالب. استاذ بس احنا بالمدرسه لما حلينا يعني اسئله كثيره طلعت البي سالبه وعوضناها عاديه. أستاذ هي الكرة مو بيو الكرة داتينية تكون بيو صفر. أستاذ بالمعادلة أنا بدي أقارن مثلا أنا بدي أقارن طلعت البي بالسالب غير أعوضها بالبورة بالسالبة. اي نعم استاذ. يعني القياس ياخذها بالسالب لازم. رحم الله والديك مشكور.
يعني المعادلة التفاضلية الاختيارية في الدرجة الأولى والمعادلة المتجانسة. صفحة 99 مثال أربعة. بس المطلب الثاني. إذا عندنا ثلاث بس على خير. بس التكامل الغير محدد يعني حتى على اليوتيوب ما إلى دروس، بس شوية تصنع عليها ملاحظات. الغير محدد. يعني ما فاهم الدكتورة صحيحة. لا مثلثية. شكرا أستاذ.
السلام عليكم استاذ، شلون صوتك؟ استاذ الرسمي الدائره الخطيه التعيين بالاحداثيات يعني شنو عملها هسه توضيح؟ الخطيه مو المحاذيات. استاذ من كتاب اي سؤال يمكن؟ استاذ التطبيقات تفاضل استاذ تشابه المثلثات وعلاقه التطبيقات استاذ ممكن توضحها؟ مشكور استاذ.